هذه الأغراض أعطوني إياها كلما دخلت في الصباح. تذكارات كثيرة تلقاها جون يوميا بينما كان ضمن فريق إزالة الأنقاض في جراوند زيرو، فهو تطوع لمدة 9 أشهر بعد هجمات 11 أيلول لإزالة الغبار السام والأنقاض من موقع الحادثة، وبعد وقت قصير تدهورت صحته وبدأ يعاني مشاكل في التنفس، وعام 2009 تم تشخيص إصابته بسرطان الحنجرة. الآن أحتاج جهاز تنفس لأنني أعاني من مرض رئوي. الحكومة قالت إن الهواء نظيف، كل شيء موثق، وقد كذبوا علينا. اليوم وبعد 10 سنوات من أحداث 11 أيلول، حياة جون والكثيرين من زملائه تتمحور حول الزيارات الدورية للعيادات الطبية، وإلى مركز الرعاية هذا يأتي حوالي 5000 رجل إطفاء وشرطي ومتطوع عانوا مشاكل مدعملو في جراوند زيرو. أكثر ما نعاينه هي مشاكل في التنفس والجيوب الأنفية ومسائل قلبية وصحة عقلية، وهي حالات شائعة جدا. الكونغرس أنشأ صندوقا ب4.3 مليار دولار لتغطية النفقات الطبية للمتطوعين في جراوند زيرو، لكنه لا يغطي علاج مرضى السرطان كجيف زوج مارغريت، والذي كان يومها عامل إطفاء ويعاني الآن من السرطان. فحتى الآن لم يتم إثبات وجود علاقة بين غبار الأنقاض والإصابة بالسرطان، وجيف يشعر بأنه مخدوع. أظن أن الالتفات إلينا سيكون أمرا كبيرا، ولكن كيف تمتدحنا بعد الحادثة ثم تدير ظهرك؟ حوالي 60,000 شخص مسجلون الآن في برامج علاجية تتعلق بأحداث 11 أيلول. هؤلاء لم يموتوا في الحادث، ولكنهم ضحوا بحياتهم.